المسابقات. مساء الخير يا حاج عامر. خير يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك وكابتن عادل طعيمه، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام. تحياتي للنجوم اللي معاك كلهم. طيب الحمد لله. وكابتن شريف وكابتن ماهر. بص، عايزين جماهير، لكن انت بتبقى رؤيتك اوضح شويه، بيبقى عندك ناس او عندك انت اللي ايدك في الميه او ايدك في النار زي ما بيقولوا، مش احنا اللي ايدينا في الميه. قول لي اخر تصوراتك وارائك، ومن خلال المطبخ اللي انت فيه تقدر تقول لنا ممكن الجماهير تكون موجوده في الاستادات امتى يا حاج عبد؟ والله يمكن يا كابتن سيد حضرتك عارف ان انا من موضوع الجمهور دوت ما بحبش اتدخل فيه خالص، ولا اوعد ولا عمري طلعت اتكلمت، لان انا عارف ان الموضوع امني اولا واخيرا. طبعا الامن هو اللي هيدخل وهو اللي هيمنع وهو اللي مانع دخول الجمهور. فبالتالي كل التوصيات اللي بتتعمل والاجتماعات اللي بتتعمل، يمكن كان عندي امل ما اقدر ان تبقى الاجتماع ده فيه قرارات، انما برضه طلعت التوصيات لازم هترجع للداخليه تاني عشان يحدد العدد. هل العدد ده هيوافق عليه اللي هو حددوه النهارده 5000؟ هل صاحب الملعب ولا الجمهور الناديين؟ يعني دي كل امور راجعه اولا واخيرا للامن. وحته تاجيل لغايه 1/9 دي برضه ما اعرفش ايه السبب. انما في جميع الاحوال احنا بنستنى قرار الامن النهائي. ويمكن انا لما الامن ما بدنيش اي تعليمات وحددت 15 واحد من اعضاء مجلس الاداره والادارات التنفيذيه، الناس طلعت هجمتني كتير ان انا قلت 15، وواحد كتب 15 مشجع. في حاجه اسمها 15 مشجع؟ يعني امور غريبه جدا. فلازم نعرف ان او الناس تعرف ان انا رئيس مسابقات مش وزير داخليه، والقرار مش بايدينا ولا بايد اتحاد الكوره. القرار امني بحت. حتى النهارده يمكن مباراه الاهلي بكره او المصري والاهلي بكره، الامن في اسكندريه كلمني والنادي الاهلي كان عايز يدخل 10 زياده منظمين، والامن رفض وقال ان الالتزام، لان امن اسكندريه بيلتزم الحقيقه بكل التعليمات اللي بتجيله من وزاره الداخليه، وبيبقوا مشددين قوي في اسكندريه. هم ال 15 وال 15 وصاحب المباراه بياخد 25 منظم بس اللي بيخشوا المنظمين. ف ده دليل ان الامن هو اولا واخيرا. نشوف بعد مديريات الامن بتسهل شويه. بس انا اقطعك في دي حاجه عامل، يمكن النهارده الاجتماع مختلف شويه. الاجتماع كان فيه كل رؤساء الانديه، يعني شاهد مش عايز اقول جديه اكتر من السابق يعني، او الاجتماعات السابقه. اعتقد ان المره دي كانت الامر فيه يعني اهتمام شديد جدا، واعتقد كمان حتى على المستوى الاعلى في الدوله كلهم مهتمين جدا بالرجوع الجماهير. كون ان يبقى فيه في اول سبتمبر 5000 3000 4000 اي رقم، انا مش هعترض عليه، على بالعكس كمان يعني ناخد الخطوه الاولى وناخد الخطوه بشكل ايه ده اول إيجابي. سبتمبر قال لك دي توصيه محددوا ميعاد مبدئي بس فين موافقه الامن؟ ده مش قرار. ما انا لو قرار خلاص هنقول لك ده قرار من اول الشهر، مفيش مشكله. اي ما هو الطبيعي جدا ان يبقى في اجتماع النهارده لسه هتروح. انا عندك، انا معاك يعني طبيعي جدا ان يبقى في اجتماع لرؤساء الانديه النهارده، وبعدين هتترفع الحاجات ديت او التوصيات دي كلها للجهات الامنيه. وضع طبيعي جدا. دخولهم ايه؟ آليه الدخول ايه كمان؟ دي الاهم. هل في تذاكر؟ هل في كارنيهات؟ هل في اجهات؟ هل في زي ما سمعنا الطلبه من الكليات؟ هل هو جمهور النادي هو اللي بيجيبه؟ يعني كل الامور ديت لسه مش واضحه. في الاخر برضه في اخر التوصيات اللي طلعت النهارده، اتحاد الكوره ينسق مع وزاره الداخليه على الاليات دي كلها. فنتمنى ان شاء الله ان يعني ايه، اصل انا ما بحبش ان احنا نقعد نعشم الناس زي ما احنا قبل بدايه الدوري ان احنا 20% من سعه المدرج وعملنا ورشه عمل، وبعد كده لما انا حددت 15 استنيت قبل الدوري 48 ساعه وما جاليش اي تعليمات باي عدد ولا 100 ولا 50 ولا اي حاجه، وقلت مجالس الادارات فقط لغايه ما تجيلي التعليمات الامنيه، وكتبت كده في الشروط لغايه ما تجيلي التعليمات الامنيه عشان الناس تفهم ان ده مش قراري وده مش مشجعين، واحنا منتظرين التعليمات الامنيه. فانا مش عايز اعشم الناس وبعد كده الناس بتصطدم، ولما الناس بتصطدم ما قدمهاش للجنه المسابقات واتحاد الكوره. هو الموضوع امني بحت. وانت شلت تصريح يعني لازم فيك لحد دلوقتي. انا ماليش فيه خالص.
يعني الناس طالعه اتعشمت الناس وعملوا ورش عمل. شلت تصريح انت مالكش فيه خالص، انت مالكش فيه خالص التصريح ده. طلعوا في التلفزيونات والقنوات الفضائيه اتكلموا واشتهروا، وفي الاخر انا عايز متعطل الشروط معطلها راس قبل الدوري 48 ساعه عشان يدوني قرار. هم انا مطلع القرار عشان الدنيا تمشي، مشيت على المضمون اللي هي مجالس الادارات، ورحت انا شايلها، واللي عشموا الناس اختفوا. محدش طلع يرد حتى. طيب انا حضرتك اتفضل، استنى الموضوع امني بحت. انا معاك طبعا، انا معاك طبعا، بس انا بقول لك المره دي يعني هيبقى بيني وبينك مكالمه ان شاء الرحمن، ان شاء الله باذن الله الموضوع المره دي هيبقى احسن كتير، هتبقى الموضوع استجابته هتبقى اسرع من اللي فات. انا عارف ان النهارده توصيات هترجع للجهات الامنيه هتشوف الوضع ايه، لكن برضو في رغبه شديده جدا 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 من كل الجهات الامنيه وكل الجهات المعنيه ان يبقى في عوده للجماهير باسم ومكانه مصر. لا يليق ابدا زي ما قال الكابتن محمود وقال معظم رؤساء الانديه النهارده، يعني لا يليق ابدا باسم مصر ان يكون المدرجات فارغه خالص، وخصوصا ان احنا خدنا التجربه في ظل طبعا الظلمه اللي كنا عايشين فيها من 3 4 سنين، وده طبعا بحال البلد، والحمد لله رب العالمين ان احنا خدنا خطوه كبيره جدا وايجابيه جدا جدا في لحد دلوقتي. لكن في النهايه احنا عندنا تجربه سواء كانت على المستوى العربي في البطوله العربيه السنه اللي فاتت، او حتى في الادوار الافريقيه الاستاد كان بيبقى سعته اكتر من 75% موجود في الاستادات، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الدنيا كويسه. لكن يبقى حاجه واحده بس اعتقد ان هي الفيصل، ان اي حد هيخرج عن النص يا كباتن، اي حد هيخرج عن النص لابد يبقى فيه عقاب عليه. يعني كلنا نتمنى يا كابتن سيد، بس فاكر حضرتك لما قبل مباراه الاهلي الاخيره في افريقيا قالوا الاتحاد الافريقي بعت خطاب لازم الملعب يبقى فيه 80% من سعه الاستاد. حصل. ولما طبعا استاد الجيش برج العرب بياخد 80,000، يعني المفروض يبقى فيه 60,000 في الملعب. الامن صمم، وانا قاعد مع الامن واسمع الكلام دوت، وانا قاعد عامل اسكندريه بسمع ان هم مش عايزين يزودوا عن 10,000 اي واحد. فانا بتكلم ان ما حدش يطلع يقول اي حاجه الا لما يكون في حاجه في ايده، عشان ما يقعدش يعشم الناس بحاجات. هو عشان انت، وعشان انت ما تشيلهاش. ما انا لقيت يعني هجوم غير عادي، عايز اعرف السبب ايه من الهجوم ده. لا انا عارف السبب وانت عارف السبب. انا عارف وزير الداخليه، يمكن انا بقيت وزير الداخليه وانا ما اعرفش، فانا عمال. لا انا عارف السبب، انا عارف السبب وانت عارف السبب. تقول لي البطوله العربيه الاهلي ما عنده مواجهه مع النجم اللبناني، يعني البطوله العربيه انا عارف ان انت كمان يعني اللي عندك اتصالاتك بالقائمين، يعني يمكن الاتحاد الافريقي الامر الوضع مختلف، لكن في تحدد او ممكن في اتجاه لكم الف متفرج في البطوله العربيه او مباراه البطوله العربيه مع النجم؟ يعني مباراه الاتحاد والترجي يمكن النهارده، امبارح عندنا اجتماع مع الامن، والنهارده كان في اجتماع مع اللجنه المنظمه لان نادي الاتحاد برئاسه الكابتن محمد مسلحي فوضني ان انا انظم المباراه ديت. الامن وافق على 7,000، بس في استاد اسكندريه اللي بيشيل 12,000، انا بعتبر الرقم ده طبعا هايل. طبعا 7,000 في استاد اسكندريه طبعا ده رقم داخل على 60% اهو. ومباراه قويه جدا، مباراه قويه كمان مع نادي الترجي، نادي كبير. انما احنا مباراه الاهلي ومباراه الزمالك احنا بعتنا النهارده للامن عشان يحددوا لنا الاستيعاب والعدد الجمهور اللي هيخش في استاد الجيش وبرج العرب، ونفس الوضع للنادي الاسماعيلي، المباراه في هيلعب في الاسماعيليه. احنا منسقين، وبكره هيجي نادي الترجي هيوصل، والمراقب والحكام من السعوديه، يعني كل عناصر اللعبه بكره من منظومه المباراه هتوصل على استاد الجيش وبرج العرب بكره بالنسبه لمباراه الاتحاد والترجي. فانا في تنسيق بينه وبين الاتحاد العربي على طول. طبعا الاتحاد العربي يتمنى طبعا ان الملعب يبقى مليان، لان في جوائز كبيره في البطوله ديت عدت الاتحاد الافريقي وجوائز الاتحاد الافريقي، فبالتالي هم عايزين نجاح للبطوله. والبطوله دي طبعا انا شايفها اقوى بكتير من مباراه البطولات الافريقيه، رغم ان هي مش رسميه، انما الفرق المشاركه فيها يا كابتن سيد لو تشوف تمام، والادوار اللي بعد كده كمان الانديه، الادوار اللي بعد كده بعد ما يعدي الدور دوت مش هتلاقي ولا مباراه ضعيفه في الدور اللي بعده، كلها انديه مصنفه افريقيا ووصلت لدوري المجموعات والبطولات الافريقيه، انديه كبيره جدا. فهي بطوله طبعا كبيره، والانديه بتاعتنا محتاجه جمهور في المباراه ديت، لان من غير الجمهور كبير انا شايف ان الانديه بتاعتنا هتبقى صعب ان هي تكمل فيها، خاصه ان هم هيروحوا الجزائر بجماهيرها وحضرتك عارفها، وتونس والمغرب الملاعب على طول مليانه هناك. فبالتالي اتمنى انها تبقى خطوه وفعلا يبقى في على الاقل 70-75% في المباراه اللي جايه ديت بالنسبه لجماهير الانديه في البطوله العربيه والبطولات الافريقيه، لغايه ان شاء الله ما ننتظر البطوله المحليه ياخدوا القرار المناسب امنيا ولمصلحه الجمهور
وعلى سلامة الجمهور إن شاء الله. حاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.